انا اصلي من مزه بورقيبه ومسكن في بنزرت. وشنو هو جايبك لهنا لسيدي سالم؟ نحن محسوب كل يوم لهنا، مش كان في سيدي سالم راه نورمال في ريزيدونس عين مريم نقعدوا. باهي، يعني انت من منزل بورقيبه كل يوم تجي تعوم لهنا في سيدي سالم؟ نحن نسكن في بنزرت تو، من عرس ولات نسكن في بنزرت. بنزرت. 17 عام تو في بنزرت. انت قلت لي انك ماكش تونسيه. اي امي فرنساويه بابا تونسي. علاش اخترت انك انت تستقر لهنا في تونس؟ على خاطر البحر. لهالدرجه يعني تحب البحر قررت انك تستقر هنا في تونس؟ اي على البحر فريمون، هذاك ما نجمش نقعد نهار ما غير ما نجي البحر. شتي صيف ربيع خريف تجمع نعوم. يعني حتى في الشتاء تعوم؟ كل يوم صباح 6 تاع الصباح. الفوائد نتاعو انه هو باهي برشا للصحه. اي ديجا نحن عندنا سبور اللي هي مارش اكواتيك، ما عرفتش كنت تعرفها. مع شكون؟ ما جمعي. مع لا بي اس ال بي. مع اللي غدوه عندكم ايفينمون ان شاء الله؟ لا عملنا نحن ليفينمون نتاعنا الجمعه اللي فات. الجمعه اللي فات، مالا كنت حاضره في ليفينمون اللي عملوه الجهوي والوطني. اي. سافا تعدت الاجواء لاباس؟ اي عملنا برشا جو. مادام مالا قصه الحب نتاعك كانت لهنا في بنزرت والا كانت في مدينه اخرى؟ في مدينه اخرى في تونس. وكيفاش جيت لهنا لبنزرت؟ خاطر يعني نحن نسكن ديجا في بنزرت، دونك يعني سيتي بلو فاسيل بشوي يجي لبنزرت. لو كان عاودوا خيروك مره اخرى وقالوا لك تستقر في بنزرت والا ترجع لبلادك لفرنسا بلاد امك، شنو تختار؟ لا بنزرت سونس هيزيتي. عليه؟ على خاطر البحر. لهالدرجه تعشق البحر؟ على الاخر. مالا صغيرتك جاو يحبوا البحر كيفك. هيا يجينا صغرونا. عسلامة. اسمي ساره. قد عمرك؟ 10 سنين. تحب البحر ساره؟ برشا. شنو هو اسامي البحورات اللي تعرفهم؟ ريزيدونس عين مريم. اي. سيدي سالم. لا غروت. راس نجله. الرمال. كوكو بيتش. كاب حمام. هذه عملت لنا تعريف كامل للسياحه البنزرتيه. اي. مرحبا بكم في بنزرت. وان يعني من قبل وانت تقول صوروا معايا صوروا معايا، في الاخر قلت لها مرحبا بكم في بنزرت. باهي قول لي شنو يعجبك في بنزرت؟ يعجبني البحر. هكا هاو؟ يعجبني خاذا عائلتي لهنا، صحابي، قرايتي، البحر وبرشا حاجات. كيما شنو برشا حاجات؟ يوسف بربريه من بنزرت، عايش في الخارج، توا عندي 52 سنة، لا استطعني 50 سنة وأنا لبرا. لقب البربرية ما بنزرتي؟ اي بنزرتي من حومة لندلس. اي لي باربار كيما نقولوا لي بربير. دونك كيفاش جاو كيفاش هذيك التقاليد نتاع بكري وكل فري. قعدت على روحي هناك وبعد خرجت كملت قرايتي في الخارج وقعدت في الخارج. ما يعني انت تعرف كلمة بنزرت شو معناها؟ بنزرت. جو على ما نظن وعلى ما نعرف تاريخ شوية الفينيقيين هم اللي جاوا بكري لتونس والقرطاجيين جاوا عداوا ما عرفش كيفاش تحلوها ولكن ما نجمش نقول لك اكثر. بما انك انت تويكا من الجاليه التونسيه اللي بالخارج باش نحكيو شويه على موسم الصيف. اي قداش باش تقعد هنا؟ وانا باش نقعد توا 25 يوم هنا وبعد نعدي العيد الكبير ونروح. كي نحكيو شويه على اسعار تذاكر الطيران وبسببها التضاعف المالي للحجوزات. دونك باش نقول لك فرونشمون انا ما كيش نقولوها ما نزيدش نقولها وغاليه وهكا هنيك نورمال اوغ سيزون تساعدنا بلان سيزون يطلعوا فيها الدوبل. انا روحت ب 143 يورو. نجي تو في جويلة تو ولات 347 ولا 57 مش جاية. وفي الاوتيل الاجانب الاخرين يروحوا ب 350 يورو جمعة كاملة شير بير راقدين. وانا نجي لهنيك بطيارة برك من تونس لهنيك تصير نشري نكري كهرباء ونطيب الفطور ولا المرأة طيب العشاء اختي تجيب لي من هنا وهيك يجيب لي هناك عندي وبعضنا هنا. كي نسألك ونقول لك يقول لك الزوجة الصالحة نلقاوها كان في الزوجة العربية، أنت اليوم مخو أجنبية. لا 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 هذه غلطة، ما نجمش نقول الزوجة الصالحة نلقاوها في الأجنبية وفي التونسية. شنو بالنسبة لك أنت مواصفات الزوجة الصالحة كيفاش؟ الزوجة الصالحة يفوت أفوار لا كونفيونس، تعدي لي ونعدي لها، ما نغيرش عليا عن غير عليها ما نغيرش عليها وهي ما تغيرش عليا، ما نعملوش حاجات كبار هكا باش هذيك خونة هذيك تسمى تخون مرتك ولا هي تخونك.
هي منا ولا لا؟ لا ما عندناش. يعني كنت قلت لك انا عام توا عرست عام 80 هاني يعني توا وانا معاها مع اجنبيه. نرحبوا بالجاليه التونسيه نتاعنا. ايه وان شاء الله كل عام يكونوا عندنا موجودين وان شاء الله نفرحوا بيهم ويزورونا ونزوروهم. اما تبقى حاجه برك اللي هي غيرت الواقع نتاعنا كون الحجوزات اصبحت مشتة. سعر التذكرة كما نقولوها ذهاب اياب ما يقارب 630 اورو، معناتها تقرب زملين تونسية ياسر ياسر على المواطن. خلاف هذايا معناتها الخلاف التسعيرة نتاع الباجاج نتاعه ولا سيارته هو وسيارته في الباخرة تتكلف قرابة 3000 دينار. هذا سعر زاد مشت للغاية. وكيفاش تحبوا احنا جاليتنا نستقبلوهم كي باش نعملوا لهم احنا هكايا؟ ولا عندنا معناتها عتاد معناتها طائرات معناتها نقعدوا كل عام نكريو في الطائرات وكل عام نكريو في البواخر معناتها شر النقد حنا كما نقولوا. احنا بولايه بن زرت سي ماهر بن موسى، كان زيد تعرفنا على روحك اكثر. انا ماهر بن موسى كما قلت لكم رئيس جمعيه النهوض بالنقل والنقل المهني ببن زرت وناشط بالمجتمع المدني. بن زرت ولكن قلت لي بن زرت من شيره ضحكت ومن شيره قلبي وجعني. علاش؟ من شيره ضحكت فرحان اللي انا ولد المنطقه ولد بن زرت، ومن شيره قلبي وجعني على البلاد كيفاش ولات. شنو اللي تغير في ولايه بن زرت؟ والله تغير كل شيء من عده سنوات. ما كناش نعيشوا هكا، كانت البلاد بكل بساطه كنا عايشين كما نقولوها تخرج ب 10000 تتعشى وتدور وتحوس وتفرهد وتروح انت وعيلتك. تو حتى كما نقولوها 50 دينار ما تنجمش تخرج مرتك وولدك باش تمشي تتعشى في ريستورون معناتها عادي ماش اللي ما قلناش كونفور احنا، فهمت ولا؟ وزيد تبقى بربي على فكره نداء اللي كما نقولوها الرئيس المدير العام للشركه الجهويه للنقل ببن زرت ورجاء منه بكل لطف ما يسالش خليونا الحافلات في الصيف تخدم حتى المنتصف الليل. فما ناس راهي ما عندهاش كرهب، فما ناس تحب تحوس تحب تدور في الليل تحب تتفرهد. يا رسول الله هو هما شهرين ضيف الصيف ضيف خليه ما يسالش كما تونس العاصمه عندنا حفلات تقعد حتى نصف الليل تجيب ناس من المرناق من المروج من اي مكان من رادس منين تحب انت ومن برشلونه تلم الناس الكل وتروح. اللي يروح من برشلونه يروح من باب عليول الحفلات موجوده منتصف الليل. علاش لما لا في بن زرت ما نمشيوش في نفس المنوال؟ علاش كان خط كورنيش برك اللي يتبقى يخدم هو عليه؟ انا باهي هبطت الكورنيش وروحت بيه حطيته في وسط بن زرت باش يروح من بعد حتى التاكسيات تولي بقله في الوقت هذاك. ما يسالش نوفروا لهم حافلات مزور قيبه تينجا راس الجبل متلين. الناس كل تحب تحوس، الناس كل تحب تدور، فما ناس تحب تحوس بولادها ما فيها باس. ونحركوا العجله الاقتصاديه. يعني كي يهبط لي من مزبرقيب ولا يهبط لي من راس الجبل فما تذكره باش تتباع وفما ماكله باش ياكلها وفما كما قالوها لومج وفما كلاص وفما تفرهيده نتاع الناس. هذه اول حاجه نلوجوا عليها احنا. لكن كي تعمل لي هكا تسكر لي انت وسط البلاد تسكروا من 9 نتاع الليل ولا من 8 ما عملنا حتى شيء. هبطوا شوفوا المهدية، هبطوا شوفوا المستير، هبطوا شوفوا الحمامات، هبطوا شوفوا ما نعرفش أنا سوسة، جربة، كل شيء قاعد يخدم، تقول الناس فايقة 24/24. شنو المشاكل اللي تعاني منهم ولاية بن زرت؟ المشكلة اللي تو قعدت على قلوبنا هو كورنيش. ليومنا هذا تو عندنا سنوات والكي احنا نقولوا الكي نتاع كورنيش، الكورنيش اللي من فينا نكونوا بكري يا حسر كي نقولوا بيل بلاج ونقولوا لا بلاج ونقولوا كورنيش لا كروت يا حسره كنا نحوسوا وكنا نحوسوا على الكي برا. شوف تو تاريخ هاك شوف على عينيك ما عادش تحب تعدي الكاميرا ولا كيفاش. شوف الترافو تو عنده سنين سنين يا رسول الله ما فهمتش علاش البحر ما عادش فما في نتاع بحر جمله واحده. اللي ما لا علاش احنا ما نعملوش كيما رفراف نجيبوا رمل ونزدموه الكل ونعاودوا نحيوا البلاصه نتاعنا. كورنيش راهو هاك المرفأ الوحيد اللي قاعدين نحوسوا فيه راهو. نكملوا نسكروها. كلمة الختام شنو تحب تقول على ولاية بن زرت؟ بن زرت في كلمة وإلا بن زرت في عينيك شنو؟
بنزرت في كلمة هي تقول عينين تونس بصفة عامة، هي الموقع الاستراتيجي في الخريطة التونسية، هي أحسن موقع، هي تونس خرجت منها الاستقلال، خرج منها آخر واحدة مدينة الجلال مسمينها. علاش هي موقعنا استراتيجي هام كجدد الدنيا، راهو عندنا بطوات، علاش مش البطو يهبط لهنا كما كان قبل جاء عمل دولة تروا فواياجات، معناتها تروا فواياج ولا دو فواياج، حبيب بورقيبة الباخرة، حبيب بورقيبة عملت وهبطت سياح لهنا. بكري كان يجينا الكروازير لهنا لبنزرت، وكانوا الكاليسات يعبيو ويحوسوا بالسياح. علاش تمقست الدنيا هذه كلها؟ علاش نحات؟ علاش نحات؟ ما فهمتش انا علاش نحات. كان الكروازير يجي يعدي نهارين حتى نهار، وتلقى الكاليسات واقفة قدام البرد، يهزوهم يوصلوهم وين الولاية، يدوروهم مدينة العربي للقصيبة، يوريوهم شوية منه وشوية منه ويروحوا بهم. كانت حية، كانت فما دو شبيهة نحات. باهي قلت البرد ما هو مسكر البلاد وكل شيء، هاو البرد يا سيدي قاعد ينظاف، وقاعد عمل تعبيد الطرقات نتاعو من الداخل. يا خويا لما لا ترجع لنا الباخرة لهنا؟ علاش احنا الجالية نتاعنا تهبط في حلق الواد؟ علاش تهبط في حلق الواد يقعد من حلق الواد جاي لهنا؟ علاش انا ما عنديش انا لهنا نهبطوا لهنا في بنزرت؟ عندي ميناء، يا احنا ماناش مستفيدين منه الميناء، على القليلة خلينا نستفادوا من الجالية نتاعنا تهبط لهنا.